بالقرب من الجماهير البرتقالية المحتشدة في ساحة الشهداء سمعت شعارات وهتافات من قبل 14 شابا افترشوا الأرض أمام مبنى وزارة البيئة. مجموعة من الناشطين من حملة طلعت ريحتكن ومجموعات أخرى ما زالوا مستمرين في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني حتى استقالة الوزير محمد المشنوق. قرب مبنى الوزارة بات على الوزير أن يمر من جانب خيامهم المصفوفة قبل الوصول إلى مكتبه. نحن مستمرين لأبعد حد هن بيتخيلوا نحن مستمرين، وعلى فكرة إرادتنا أقوى من إرادتهم. هن عملوا حرب وفشلوا فيها وسرقونا وفشلوا وكشفناهم، ونحن إرادتنا أقوى من إرادتهم وبعدنا مستمرين. شو مطالبين؟ شو أول مطلب؟ أول مطلب نحن عنا يستقيل الوزير محمد المشنوق، لأنه نحن وقت اللي نزلنا على الشارع نزلنا كرمال ملف البيئة، وبلشنا بدنا نحرر كل الملفات بقى من تحت إيديهم، من ملفات السرقة اللي هني سرقوها وبعضهم عم يسرقوها. نحن اليوم إذا متنا بالضرب عن طعام أحسن ما نموت بشي جاسومي نمسكها من الزبالة. يعني ما في بيت هلأ ما في قدامه جبال جبال من الزبالة، مش إنه في مناطق فيها ومناطق ما فيها، لا، كل لبنان على مدى 10452 كيلومتر هدول كلهم مليانين هلأ حاليا زبالة. لذلك نحن استهداف وزير البيئة. اثنين، بالنسبة للضرب عن الطعام، انه كمال وزارة البيئة، غاندي يمكن بلش بأبسط الأمور، خلته يضرب عن الطعام لخلته يبني تاني أعظم دولة بالعالم هلأ حاليا. كان الشاب وارف سليمان أول من أعلن الإضراب عن الطعام ليحفز بخطوته هذه رفاقا وزملاء له في مجموعات أخرى. نحن مش ما توجهنا لشخصه، هو وزير البيئة وعلى أساس تحركنا تجاهه، وهو مش منه مؤثر، مش مزبوط. هو إذا هلأ بيستقيل بيرضى بمطالب الشعب، بيعطي عبرة لغيره من السياسيين اللي جايين يقعدوا محله، ولا حي يلا مع التاني، إنه في شعب وعي يقدم لنا هو هذا الانتصار لنا، ومن بعدها بتتالى الانتصارات. نحن ملهمين من اللي صار معنا اصلا، من الناس اللي نزلت، من كل شخص فينا، كل ما نطلع بحي الله حدا صار مقدم لهالموضوع، هذا مصدر الهام لنا. على ان الاحتجاج الرمزي هذا كان قد سبقهم اليه علي برو الذي اضرب عن الطعام اكثر من 20 يوما في رياض الصلح حتى اقرار السلسله من دون ان ينجح في ذلك. فهل ينجح هؤلاء في الصمود حتى تحقيق مطلبهم؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد.